كذا النادي الافريقي مع تغيير المدرب منتصر الحيش ولا نقول كل احترام يعني منتصر الحيش كان بعمل جبار معناتها الفتره الاخيره الكل والنتائج تبرر على هذا فهمتني مش على خاطر معناتها هزيمه معناتها غير على كل معناتها وقع تغيير بطبيعه الحال معناتها فما رجل لسانيه معناتها دخلوا المقابله دخلوا بكل قوه وبعد فهمت لا معناتها احنا تحررنا الا الشوط الثاني بعد ريزافار سيكويلو جوار فهمت لا معناتها كنا معناتها في اغلب الفترات كنا معناتها تقريبا كنا افضل الا في الدقائق الاخيره بطبيعه الحال معناتها لان يمكن ما بيها حب يحافظ على النتيجه ولو هذه مش تعليماتي لكن معناتها اللي شفت اليوم غرايب وعجايب وما نقول لك حتى شيء على الحكام لان ما فما حتى حكم ماشي الكوب دي موند وهذه معناتها بنفسها فضيحه سيرتو سكليا ديغ معناتها في الدومين هذه معناتها ما بكل صراحه معناتها الواحد قاعد على الشوك يخدم على الشوك شي سي تي با شوية ريسبونسابيلتي بور كو سوا معناتها في والمستير جمعيتي اتسيتيرا فهمت لا سي نو راني جي كيتي معناتها ديبوي لونتون جي كيتي خاطر لي فينومين اللي قاعد نتعرضوا له معناتها غريب عجيب معناتها عمري ما كنت نتصور معناتها اللي غلطت شوية على تونس لكن لما شفته توا معناتها الفترة هذي معناتها جو تصور انت اليوم عطا سبعة في التسمونات تانا النهار اللي فيهم ما فهمش حتى فوت ما يعطيوش فوت ممنوع لي فوت فهمتي يعطي سبعة في التسمونات شنو معناتها يخدم الماتش هذا والماتش الجاي مع بعض عندنا الماتش الجاي بعد وقت اللي نحي لك معناتها حارس مرة واش عمل باش يرمز واش عمل عندها سبعة فيرتيسمونات مرة نشوف الفايت اربيتر سبعة فيرتيسمونات نورمال علاش ضربنا هذا كانوا منبع عليهم نيتو شي جامي لو بي نيتو شي جامي لو بي دي جوار فهمتي جوي فهمتي ما تنسوش خلي هو ما يضيع كرة واحدة ولاد مش نلعبوا معناتها غير نخليو الادفرساري يلعبوا بالنبار فيها حتى كونتاكت اكثر من هكا كاسكو فولي كيف يفاس وتشوف معناتها سكي سي باسي فريمون معناتها